السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع محسن عدس. الفيديو بتاعنا النهاردة من سلسلة حديث عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وبيتكلم عن موضوع ثواب لا ينقطع. حديث بيقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يعني إيه؟ الواحد لما يموت في ثلاث حاجات يعني يفضل انها تكون باقيه له. اول حاجه كان اتكلم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقه الجاريه. الصدقه الجاريه دي زي ايه؟ انا مثلا ربنا كرمني بفلوس، انسان ربنا كرمني بفلوس، فببدا اعمل مستشفى، اعمل معهد او مدرسه او مكان معين لاواء ناس. عامه اي شيء من الاعمال دي بتبقى صدقة جارية، بتبقى شغالة على طول، حاجة ما بتوقفش، بتبقى صدقة دايما جارية زي الماء الجاري كده، حاجة ما بتوقفش، ثوابها شغالة على طول ما بينقطعش. تمام. مثلا في ناس مثلا يقول لك انا معيش فلوس، طب اعمل ايه؟ انت مثلا جبت، لو انت يا اخي لو انت حطيت مية، او زي ما بيعملوها بره، يعني زي ما بيعملوها في اي مكان كده، حطوا كولدير ميه ساقعه او ميه بارده لاي حد ماشي، فدي في حد ذاته برضه صدقه جاريه. اي عمل خير انت تقدر تعمله يكون مستدام، انت لو انت عملت يا اخي زرعت شجره، زرعت زرع معين ينتفع بيه الناس طول مدى الحياه، ما هي دي برضه تبقى صدقه جاريه، ان شاء الله ربنا يديك عليها الثواب والاجر. فالصدقه الجاريه دي ان شاء الله ربنا يجعلها ليك، تبقى دايما في ثواب مستمر، لان الواحد مننا مش عارف هو عمل ذنوب قد ايه، فبيبقى مستني اي حاجه ان شاء الله ربنا يعني يكرمه بيها، ان تبقى تقله الميزان بتاعه يوم القيامه ويوم الحساب. ربنا يعافينا يا رب ان شاء الله، ويجعل دايما موازيننا تقيله بالحسنات، ويبعد عننا السيئات. الحاجه الثانيه علم ينتفع به. العلم ده سواء بقى علم شرعي اللي هو الناس بترشد فيه للدين الصحيح والشريعة الصحيحة، ويمشوا ويبدأوا حياتهم بطريق صحيح، بيبقوا من خلال العلم اللي انت بتقوله لهم ده، وده في حد ذاته برضو بيبقى حاجة ثواب جاري وشغال. لان الشخص اللي مثلا فرضا تخيل انت كده، انت جبت شخص من الشارع، اي واحد، وفرضا كان جاهل بشيء، او جاهل بصلاته، او جاهل بالصيام، او جاهل بزكاه، او باي شيء، وانت جيت قلت له كده تعالى اعلمك كذا ولا كذا ولا كذا، بالحب برضو يعني كده عن طريق صحبيتك له، والبني ادم ده استقام في صلاته، ده بيبقى ثوابها عند ربنا كبير جدا. زي بالظبط العالم اللي بتشتغل برضو في دول بره او في دول الخليج، بيبقى في الجنسيات التانية برضو، تحبيبهم في الاسلام وتحبيبهم في الدين بطريق غير مباشر، بطريق بأعمالك انت، بأفعالك انت، بأفعالنا احنا كمسلمين، تحببهم في الإسلام، فده في حد ذاته بيكون دعوة. كل مسلم مننا مطالب ان هو يدعو للإسلام بطريقتك، بمعاملتك، بأي، بكيف ما شئت، بس طبعا كله بيكون بالترغيب، ان الشخص يكون راغب ان هو حب الشيء ده ويخش فيه، مش بالترهيب. فالعلم ينتفع به زي ما قلنا، عشان ما نخرجش برا اطار الموضوع بتاعنا، سواء علم شرعي او علم داخل فيه طب، هندسه، الحاجات اللي هي بتفيد الناس. لو انت علمت، وصلت العلم اللي انت اخدته ده وربنا كرمك بيه، وصلته لجيل تاني او وصلته لناس تانيه، حد ذاته بيكون ثوابه عند ربنا كبير. مفيش حاجه اسمها العلم انا اللي افهم كل شيء وانا اللي اعرف كل شيء، زي الناس اللي بتيجي تعلم منها ساعات ويخبي عليك اسرار العلم كان هو محتكر العلم ده لنفسه. ده يا جماعه غلط، ده اسمه غرور وكبرياء، والعظمه لا تكون الا سبحانه وتعالى. ما ينفعش ان انا ربنا كرمني بعلم ان انا اخبيه عن الناس. اخبيه ليه؟ انت انفع بيه الناس. العلم لازم الناس تنفع بيه، مش ان انا اخده لنفسي وان انا اتعلم العلم ده لنفسي بس. بعد كده في ولد صالح يدعو له، ان ربنا يكرمنا، يكون ربنا كرمك بولد او بنت، تكون انت نشأهم نشأة كويسة، نشأة طيبة، نشأة على الاسلام والتربية الحسنة، ده كفاية ان يكون الولد ده او البنت بيدعو لك وانت ميت. ف
فدي في حد ذاتها بتبقى نعمة من الله سبحانه وتعالى، ان في ابن عمال بيدعي لك وانت كده مش موجود بس بيدعي لك دايما في ذكرك، يا رب اغفر لابي يا رب اغفر لامي، دي في حد ذاتها كبيرة جدا يا جماعة، حاجة موجودة على طول برضو جارية ثوابها لا ينقطع، غير لما يكون انت معلش مخلف ابن للأسف طلعته نشأة مش كويسة، او انت كنت يعني هقول عليه ايه، كنت بتعامله بطريقة وحشة، ربنا يكحمه مطرح ما راح، ما ده اللي للأسف بنشوفه، وربنا ولعن بقى وسبابه كلام من ده، لا لذلك تقننت ولد صالح يدعو له. دايما نخلي بالنا من تربية أطفالنا ومن أصحابهم، ولو وجدنا لهم أي شيء غلط أو أي أفعال مش كويسة نبدأ نحسن الطباع دي يا جماعة، لأن هتعود علينا احنا في الآخر بوبال، سواء في حياتنا الدنيا أو إذا ربنا توفانا فهتبقى دي كارثة بالنسبة لنا. فلازم يا جماعة نربي أولادنا تربية صحيحة، نشأة شرعية صحيحة، ما فيش حاجة اسمها بقول لك ايه سيب الولا يعيش، سيب البت تعيش شبابها، سيب 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 سيب، ما فيش الكلام ده يا جماعة. مفروض ان احنا نشأنا على الفطرة، والفطرة دي هي الاسلام، ان احنا نطلع نتعلم العلوم الشرعية ونعلم اولادنا العلوم الشرعية، لازم يكون في اساس للشرع يا جماعة، ما فيش حاجة اسمها لا لما الولا يكبر لما البت تكبر انت عايز تحجبها من دلوقتي، ما فيش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها دين واخلاق احنا تربينا عليها. فدي تلات اعمال، دول تلات اعمال يا جماعة، ربنا يا رب يجعل لنا حاجة منهم، ان انت لما الواحد يتوفاه الله يلاقي شيء من الحاجات دي من التلاتة دول يكونوا موجودين كده، يعني يقعد يزودوا في حسنات الواحد، ان الميزان في الاخرة ده كارثة والله، ناس كتير ما هي دارية بيها، واحنا كمان ادمين، انا واحد من الناس، احنا بنيجي للاسف نقعد نعمل اخطاء ونعمل معاصي ومتنسيين متنسيين، لازم كل وقت نفتكر الميزان ده، وازاي ان هو صعب، ازاي ان هو صعب، وازاي ان الصراط صعب، وازاي احنا هنعدي عليه يا جماعه. كل الكلام ده احنا للاسف بنبقى في غفله عنه وما بندرش بيه، ما بندرش بيه، زي ما اللي يجي خلاص يموت او هيموت خلاص انا بستغفر ربنا، بعد ايه بعد ايه، ما انت كان قدامك الحياه كلها موجوده. بنغلط وبنعمل معاصي، بس لازم نرجع لربنا سبحانه وتعالى ونستغفره، لو كل يوم تقدر تستغفره لازم نقعد نستغفره كل يوم، ان احنا كل يوم بنهب البلاوي، تكفيه الكلام في حق اي حد، وطبيعه كل ده كده الا ما رحم رب طبعا يعني، بس معظمنا بنفس الطريقه، بتتكلم على ده من ورا ده وبتتكلم على ده من ورا ده، وارد انت حتى في الحكايات كده بتيجي يعني انت وصاحبك قاعدين بتفضفضوا مع بعض، لازم تيجي سيره شخص وتقعدوا تتكلموا برضو في حق ده وفي حق ده، دي وحدها مصيبة كبرى والله، مصيبة كبرى يا جماعة مش دارين بيها. فربنا يعافينا يا رب، وجعلنا نصيب من الثلاث حاجات اللي احنا شفناهم في الحديث دول، واتمنى يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله، ويا ريت لو عجبكم شير ولايك وسبسكرايب بس، واتمنى لكم سعيد، السلام عليكم.